ناخد الاتصال اللي بعده. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. الله يخليك. اتفضلي يا ام احمد. دكتور والله. اتفضلي. معاكي. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. كل عام وانت طيب، ربنا يبارك في علمك وفي صحتك يا رب وفي عمرك يا رب العالمين. بارك الله فيك. الله يخليك. يا دكتور انا حضرتك كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك قلت لي الجلوفانس ده يعني كويس خديه مره بعد الغداء ومره بعد العشاء. فانا جت موضوع زعل كده جامد قوي، فعينيا لما بزعل عينيا بتزغلل. فانا كنت متابعه مع دكتور عيون وكده، فكان عامل لي نظاره نظر ونظاره قرايه. يعني انا دلوقتي حضرتك كده انا حاسه ان انت يعني عينيك مغمضه، مع ان انا لما بلبس النظاره بشوف حضرتك كويس يعني، بس الحكايه العينيا دي ما بتجيش الا وقت الزعل بس، يعني وقت ما بزعل قوي ويبقى في ضغط عصبي الاقي عينيا بدات تبقى كده. طيب السكر عمل ايه اما انت حضرتك خدت حبايه تانية؟ لا انا حسيت ان هو بدا يقل. طيب كويس. يعني انا لسه ما حللتش لانه كنت محلله اليوم اللي انا كلمت حضرتك فيه. طيب جميل. طب اتفضلي اقفلي وانا هرد حضرتك عليكي من شكرا التلفزيون. شكرا ام احمد على الاتصال. طيب. عشان بعد كده معنا ام مصطفى. حاضر. طيب. هو دلوقتي حضرتك كل واحد بيزعل ده ما يقس اي اعراض على الزعل. تمام. يعني في واحد اما يزعل صداع يمسكه، واحد تاني يعني ده عشان مؤقت يا دكتور؟ ما ناخدش بيه، دي حاجات بتبقى ملهاش مردود حقيقي على الاعضاء الحقيقيه في الجسم، ده بيبقى ده بنسميه فانكشنال. فانكشنال يعني وظيفي. يعني ايه؟ ممكن يبقى موجود في احيان ولا يوجد في احيان اخرى، ما ناخدش بيها وما نحطش دماغنا فيها ان شاء الله.